هو راح كأس العالم للأندية بجيل موهوب ومدرب موهوب وبإدارة وفرت كل الإمكانيات عشان يروح هذا الحدث المهم والحدث العالمي. أن النادي الأهلي حصل على المركز الثالث في سنة من السنوات ده كان إنجاز طبعا بالتأكيد، وكلنا فاكرين إزاي مصر استقبلت النادي الأهلي لما رجع من اليابان في أوتوبيس مكشوف فرحا بهذا الإنجاز.